انا اميرة النادي بلوجر والمحتوى بتاعي كله عن الاكل. فانا النهارده مش جايه اتكلم عن الاكل خالص، بس هقدم حاجه عن شخصيتي انا واقول لكم مين اصلا اميرة. يلا بينا. انا بحب تيست وبحب استطعم الاكل، وبحب برضو الفيديوهات اللي بقدمها تكون فاني شويه، مش جد قوي، وحبب الناس في الحاجه لو انا حباها، لو مش حباها مش هعرضها اصلا. دايما بيجي لي كومنتات، مثلا اقول لك زي ايه؟ يا كومنتات مضحكه، دب في الطحينه يا تخينه. الكومنتات دي ممكن ناس تتضايق منها او كده، بس بالعكس هي يعني بتضحك. الناس بتفتكر يا مفجوعه يا مش كومنت ازاي بتاكلي كل الاكل ده. انا بدوق اتاكد من الطعم، الطعم حلو هرشحه له. انا كذا مره اروح مطعم ما بيبقاش زي البريف اللي جالي عن المطعم، ما بيبقاش نفس التيست، ما بيبقاش نفس الكواليتي بتاع الحاجه اللي اتقال لي ان انا هروح الاقيها. بنرفض الديل وما بنتعاملش مع المكان. يا شيخ انت جيت لي انا غلط، انت ممكن ماشي بتوع في ناس بتوع ريموت بيعملوا ايجيبت شويه، بس انا لا، ده انا بعمل كل حاجه حرش. انا بعمل السمك بقى والاي حاجه كده بالايد. ده انا عملت كبسه سمك، عملنا كبسه سمك. انت مش مذاكر الاكونت بتاعي. انا اصلا خريجه اعلام القاهره اذاعه وتلفزيون، ومعايا ماجستير فيه من اعلام القاهره برضو، ودلوقتي بحضر في الدكتوراه وخلاص قربت اناقش. وكنت بهوى التمثيل للدفعه الثالثه مع استاذ خالد جلال، بس اهلي بقى بابا كانوش موافقين قوي ان انا ادخل مجال التمثيل. طب ليه ما حاولش اقدم الحاجه اللي انا عايز اعملها بس على السوشيال ميديا؟ الاكونت بتاعي ده بيساعدني جدا، لاني انا الدراسه بتاعتي او الرساله بتاعتي الدكتوراه عن تغير قيم المجتمع الشباب المصري نتيجه السوشيال، التعرض لوسائل التواصل الاجتماعي. ايه الموقف المحرج حصل في مطعم كبير؟ في موقف كنت رايحه بقى وبتاع، والراجل صاحب المكان حاطط اكل كتير قوي، بس انا وواحده صاحبتي طلبنا ميه. فبعد ما خلصنا ماشيين، خلاص خلصنا تصوير وبتاع وماشيين، جاب لنا حساب الميه. يعني انت دافع كل ده وهتحاسبنا على المايه. وفي موقف تاني محرج برضو، رحت مكان، واول لما روحت بقى الستاف بتاع المكان اتصور معايا، حسيت نفسي يعني جراند ستار، نجم قوي. وكانت معايا مامتي، بعد كده اكلت وصورت وعملت ريفيو، لقيت كده حد جاي من بعيد ويديني، فانا اللي هو ايوه بفتح الحساب 5000 جنيه. ايه انتوا لسه متصورين معايا؟ امال انا جاي اعمل ايه؟ يعني انا حلتها، حاولت احلها ومعايا مامتي واتكسفت، وكانت اول مره اخد ماما اقول لها يلا بقى. اول حاجه بتعرفي تطبخي؟ بس ما تقولش لماما. بعمل قلقاس صعيدي يهبل، صعيدي مش بالسلق، مش الاخضر، الاحمر. كان جيب الصلصه وكزبره، اهم حاجه الكزبره في القلقاس الصعيدي، ومعلقه زيت ومعلقه سمنه ونقدح وبس كده، وبعد كده ننزل بالقلقاس. لما بنسقط اللحمه وبعد 10 دقائق نسقط اللحم في الميه، في الميه بيطلع حاجه ريم. مكونات حشو ورق العنب، خضره اللي هو شبت وبقدونس، والرز والطماطم وملح وفلفل حسب الرغبه، وممكن نزود معاهم توم عشان اكون صريحه، انا ما بلفش، انا بجيبه طش. توبه وزبده. انت قلت له ايه؟ قلت له ايه؟ الملوخيه بتسقط. والله ماما كانت دايما بتقول لي ما سقطتش. بس اكلم ماما ليه الملوخيه ممكن تسقط؟ ممكن لو حطيتيها مجمده، ده اللي انا اعرفه يعني، او لو حطيتيها برضو خضر عادي يعني، المفروض اول ما تحطي الملوخيه تقلبيها، وكمان حتى لو خضره برضو لما تحطيها ما تروحيش حطها لا، لازم تقلبيها عشان كلها تبقى في شرب يعني، فاهماني؟ تمام. الشوربه كلها عشان ما تطلعش ساقطه. طبخي بيعجبك؟ يعني في حاجات انت بتتميزي فيها، وفي حاجات يعني ممكن تبقى قلت لك بلاش ماما، بلاش ماما.